غزيلة صافية رائعة. جو كورة اليوم، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين راح أسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. أوه يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة اليوم. ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين. يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات. كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه شيء غير عادي يا جماعة. يقف الجمهور احتراما للنشيد الوطني البرتغالي. And now, lining up for Morocco, number one, Yassine Bounou. Number two, Hakimi. Number seven, Hakim Ziyech. Number 17, Buffon. وركلة البداية. مرابط، أوناحي، إنصيري، برناردو سيلفا بكل القوة والإصرار يرفض الاستسلام. أملاح، أوناحي، حكيم زياش. كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. بوفال، بوفال يسدد مرة أخرى. لديهم الفرصة مرة أخرى. تصدي رائع جدا من الحارس. بوفال ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. المغرب وركنية أولى في اللقاء. يبعدها بقبضة يده. الآن محاولة لرد الخطورة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. الحكم المساعد برناردو سيلفا. مرابط، يمر ويلعب كرة بينية. حكيم زياش يحاول لا يضيع هذا الجهد الكبير استغلال هذه الفرصة. يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة. أوناحي يرتكب مخالفة واضحة جدا. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة.
دفاع صاحي كانت له الكلمة العليا، لم تمر الكرة البينية. اختراق الدفاع هنا يتطلب مجهود أكبر، ذكاء أكبر أيضا. انصيري ركنية هي الأولى في مباراة اليوم، مقابل ولا ركنية في الجهة الأخرى. انصري محاولة في منتهى الروعة، لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة على فريقه، كانت فرصة سانحة للتسجيل. زياش يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. There will be one minute added time. جواو كانسيلو. صافرة نهاية الشوط الأول. And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. Everyone, please welcome the two sides. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. المغرب على الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة تلعب بسرعة، تصويب على المرمى. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. أوتافيو ربما كان عليه أن يفكر في خيارات أفضل من التسديد من هذه المسافة. المغرب يحاول الاعتماد على الأطراف في صناعة الفارق. دائما كل قطع مسافة كبيرة جدا بالكرة لوحدة، مجهود غير عادي، ونجم بإمكانيات هائلة. مجهود كبير، انطلاقة رائعة. انصري لم يكن محبوبا. مرابط يحاول لعب الكرة إلى الأمام. بينية جميلة، أملاح، هل ينجح في المرور؟ مساحة خالية على الجانب، ضربة رأسية يبعدها عن مناطق الخطورة، يلعبها في المساحة، يلعب كرة بينية. بوفال على تنفيذ الخطأ، إنذار مستحق في رأيي. Substitution. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء مع أيضا مع إجراء تغيير. Substitution for Morocco. Number 17. Sofiane Boufal. Number 19. قد تكون هذه فرصتهم. Coming on the field. ممتاز في التمرير. Number 9. محاولة من جهة اليسار. Number 11. كرة عرضية، يفشل في إيصال الكرة العرضية. مرت الكرة، حكيم زياش. يا إلهي، جول.
يتقدمون أخيرا في الشوط الثاني من المباراة. هذا هو التأثير اللي كان مطلوب منا منذ دخوله. البرتغال يقوم بتغييرات بالجملة هنا. Substitutions taking place. المغرب يسجل الهدف الأول للمباراة، تقدم مستحق. سابيري يلعب كرة على اليسار، انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة. الكرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الاخير ضاعت. سابيري لم يكن في المستوى المطلوب في هذه الفرصة، اضاع على فريقه هدف. المغرب على بعد دقائق من الفوز هنا على عكس التوقعات. المغرب عليه أن يحافظ على النتيجة في الدقائق المتبقية. لمسة بينية. روبن نيفيز. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. يمكن اعتبار هذا نصرا للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. يا إلهي. يا الله على هذه المباراة، يا لها من ليلة كبيرة. هذه الكرة اللي نحب مشاهدتها، مثل هذه الليالي لا تفوت في عالم كرة القدم. شكرا جزيلا على مشاهدتنا، وتنتهي هكذا التغطية لمباراة الليلة. Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to